صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 75 لسنة 2019 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى دولة الكويت جاء فيه. المادة الأولى: يعين السيد صلاح علي حسن المالكي رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية العراق ورئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الكويت بلقب سفير فوق العادة مفوض.